هلا وقتها صلحوها للسيارة. شو بدي أعمل؟ تليفوني؟ وينو تليفوني؟ ما بعرف وين حطيت تليفوني. معقول حدا شافه؟ أول شي لازم دقلة لأختي، يمكن تكون عرفت شي عن ماليشكا أو شافت دليل براءتها. غريبة كتير، وين بدها تكون راحت حتى ما عم ترد علي؟ مو هي سيارة أختي؟ قصدي هي نفس السيارة اللي بتسوقها لاكشمي، بس شو عم تعمل السيارة بنص الطريق؟ أخي وقف هون. تفضل حسابك أخي، فيك تمشي. شكراً لك كتير. تليفون لاكشمي بقلبها، يعني أختي كانت راكبة بهي السيارة، بس يا ترى وين راحت هي؟ مفتوحة؟ السيارة كانت مفتوحة والتليفون جوا. لا، لو أختي اضطرت تروح ما كانت تركت السيارة مفتوحة. لا، معقولة صاير شي؟ خليني أحكي مع أيوش. طيب لوين بدها تكون راحت؟ شالو يمكن تعرف. شالو؟ أيوش؟ شالو؟ هلأ كنت رح دق لك، اسمعيني شوي، أنا ما عم لاقي لاكشمي بالبيت، بتعرفي وينها؟ أيوش، السيارة اللي عم تسوقها أختي أنا شفتها هون، إيه هي مصفوفة هون بنص الطريق. تليفون لاكشمي معي، قصدي لاكشمي تارك التليفون بالسيارة، بقى وين مصفوفة السيارة؟ ليك جنبي. شالو، ليك ابعتي لي الموقع تبعها هلأ، أنا جاية. إيه باي باي باي. شو صاحبي اللي أنا فيه؟ لاكشمي معي بس في عقبات كتيرة بطريقي. شو القصة؟ طيب وين راحت أختي؟ لا، قد ما كانت مزعوجة مستحيل إنها تعمل هيك.